سلام عليكم وبركاته، معكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب عندي مقلب اسطوري، وهو مقلب الكلب الشرس، وطبعا مودات جديده في ماينكرافت. هعمل المقلب ده في صديق النوب اللي هو سحس الفار. طبعا كلكم هتسالوا لي ام كامل انت ازاي هتجيب كلاب جديده في ماينكرافت زي اللي شفناها في الصوره، انا هوريك ازاي هنشوف الكلاب ده. طبعا يا شباب اتمنى منكم قبل ما يبدا المقطع ما تنسوش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تذكروا الله لا اله الا الله، واهم حاجه يا شباب تنزلوا دلوقتي في علامه كده اليوتيوب قال لي ام كامل عملنا لك اللايك ببلاش. فبتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده ينزل يضغط لايك، عايزين نوصل المقطع 50,000 لايك، ويعمل اشتراك او سبسكرايب، يقول لي اللايك والاشتراك ببلاش او لا تحت في الكومنتات. اوكي يا شباب تعالوا بقى دلوقتي عشان نشوف مجموعه الكلاب اللي جابوها لنا جديده في ماينكرافت، وهعمل بيها المقلب في صديق النوب اللي هو سحس الفار. طبعا يا شباب سحس مش معايا دلوقتي وهرن عليه، ولكن بعد ما اوريكم الكلاب وبعد ما اوريكم كل حاجه. فينا خروف طبعا قاعد بياكل. فبسم الله الرحمن الرحيم يا شباب زي ما انتم شايفين 3 2 1 واو يا شباب شوفوا كميه الكلاب الاسطوريه. تعالوا نبدا واحده واحده ونشوفهم واحده واحده. صوتهم طبعا يعني صغنون كده زيهم زي الولف العادي في ماينكرافت، ولكن اشكالهم مختلفه. شوفوا هنا دي الصراحه يا شباب انا عايز الناس اللي بتفهم في الكلاب او عندها كلاب زي دي تكتب لي تحت في الكومنتات وتقول لي هي بتحب الكلاب ولا لا. بصوا عندكم هنا الكلاب ديت، انا مش عارف الصراحه اسمها ايه، ولكن صغنونه كده يا شباب شكلها كيوت، من الابيض والاسود. وعندكم هنا نفس الكلام كلاب، الصراحه مش عارف هي دي كلاب ولا قطط، بس هي كلاب يا شباب. اوكي وعندكم هنا الكلب الجولدن، اتوقع ان ده انا عارف اسمه ده الجولدن يا شباب، في منه اللي هو اللون الجولدن ولون جولدن فاتح وغامق وكده. اوكي يا شباب الكلاب اللي بعدها الصراحه دي مش عارف اسمها ايه، دي كلاب قطط دي ولا ايه كمان، ولكن اتوقع دي كانت في فيلم اللي هي بتبقى طويله كده يا شباب. اوكي هنا الكلاب الهاسكي، طبعا الهاسكي اللي هي بتعيش في التلج والمناطق التلجيه. اوكي وهنا الكلاب الصراحه دي مش عارف اسمها برضو، الصراحه شكلها حلو قوي، شو اللون البني واللون اللي شبه الباندا ده جميل جدا. واخر كلاب معانا هنا الجيرمان شيبر او الجيرمان الالماني. حلو ده يا شباب، ده انا يعني هاخد واحد منهم دلوقتي عشان اعمل بيه المقلب في سحس الفار يا شباب. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين عندكم هنا صندوق العظام، وهنا صندوق البيكاكس اللي هفتح بيه للكلاب. اوكي يا شباب دلوقتي هفتح للكلاب وهروض مجموعه الكلاب ديت. وطبعا انا عارف ان سحس بيخاف من الكلاب جامد يا شباب، فانا هجيب له الكلاب. اوعى تجري، تعالى تعالى، ايوه وانت اقعد، وانت كمان تعالى، وانت تعالى تعالى، يلا 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 اللي بعده، يلا 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 الاخير. اوكي اقعد وانت يلا تعالى، انت اخر واحد، تعالى يا كوكو تعالى، يلا يلا يلا. اوكي يلا يا شباب مين عنده بقى كلاب من دي يا شباب؟ طبعا الكلاب الجيرمان دي انا عندي كلبه منهم واسمها كاتي، كاتي اسمها كاتي كيتي 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 او كاتي الصراحه انا بنادلها بالاثنين. المهم يا شباب زي ما انتم شايفين روضنا كام كلب جيرمان، شوفوا بيبصوا لي ازاي كلهم. بص اول ما امسك العضمايه شيل العضمايه حط العضمايه، شوفوا يا شباب اوكي اسطوريين جدا دولت، واتوقع ان هم هيمشوا ورايا في اي مكان، فانا هخليهم يقوموا يقفوا كده. يلا اب 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 تعالوا يلا ورايا تعالوا. اوكي يا شباب بيجوا ورايا زي ما انتم شايفين، ودلوقتي هاخدهم واروح على المكان اللي موجود فيه سحس الفار ونشوف ردة فعله اول ما يشوف الكلام. يلا جاهزين يا شباب؟ جاهزين 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 جاهزين. انا اقسم بالله متحمس يا شباب بشويه الكلاب دولت، متحمس ان انا اصلا اعمل المقلب ده في سحس الفار لانه من زمان وعمال يعمل فيها مقالب، فانا برد لهم مقالب دي واحده واحده. هنا يلا تعالوا ورايا تعالوا يا شباب. لو انتم مكاني دلوقتي هنسمي الكلاب دي ايه؟ شوفوا هم كام كلب، 1 2 3 4 5 ست كلاب، ست كلاب، اكتبوا لي ست احلى ست اسامي كلاب تحت في الكومنتات. ويلا بينا يا شباب نكمل ونروح على البيت اللي موجود فيه سحس الفار دلوقتي يا شباب. اوكي يا شباب انا طبعا وقفت الكلاب في مكانه، دلوقتي هرن على صديق النوب اللي هو سحس الفار، فان شاء الله يرد ويكون فاتح دلوقتي عشان يخش لي ماين كرافت. فبسم الله الرحمن الرحيم. الو هلا سحس. ايوه فينك يا عم؟ انا قاعد بص اكل فراخ بانيه وبس. يا انت قاعد بتاكل فراخ بانيه وسايبني بصور لوحدي؟ مش تيجي تصور معايا؟ هعمل تحدي كيفنج رهيب دلوقتي. اما انت ما قلتليش يا عم. طب وبعدين مثلا الجايزه؟ هنلعب على 100 دولار يا حبيبي. يلا تعالى يلا ماين كرافت مستنيك. يلا تمام جاي. يلا جاي يس تعالى. اوكي يا شباب انا زي ما انتم شايفين انا فاصل المايك دلوقتي عن سحس الفار بحيث ان هو ما يقدرش ان هو يسمعني. طبعا البيب بتاعه اللي هو قريب من هنا اللي هو المعمول بالستيرز دوت زي ما انتم شايفين، هخلي الكلاب موجودين هنا واقول له تعالى نعمل رحله كافيه، لان الصراحه انا عايزه يلبس دروع عشان ما يموتش من الكلاب بسرعه. فبسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. اوكي تعالوا دلوقتي تعالوا دلوقتي انا اخش له على البيت كده. طبعا خليت الكلاب تقعد هنا. اوكي نفتح المايك. سحس سحس
انت جاي عشان تصور معايا، ايه اللي معادك في البيت ده؟ انا بنيته كده ايه ده؟ ايه صوت الكلاب دي؟ يا عم الولف، عارف الولف؟ هو ده. انت بتخاف منهم؟ يعني تقدر تقول يا صاحبي، بص حصل لي موقف في الحياة، بس بصيت في عينه كده، بس بصيت في عينه لقيت، بص انفسس فوق يعني فوق، انت فهمت؟ ايوه جري وراه. سريع جدا جري ورايا كده، ايه، وانا قعدت اصوت ودخلت الميكروباص. انا طفل الميكروباص. والله يعني انت في الحقيقه لقيت كلب واقف كده بتبص له، راح باصص لك كده قال لك ايه ده سمس الفار، تعالى اوكي. طب اسمع دلوقتي، انا عندي ليك تحدي كيفنج، امسك كده، امسك البيكاكس ده، تعالى معايا، لازم نعمل لنا ايه ده؟ بص انا معاك دايموند يا ابن اللذينة، ده انت طلعت سحس فار يعني فار. اوكي يا شباب، طبعا انا مجمع هنا زي ما انتم شايفين حبات ايرون، لان الصراحه انا عايز اغش في التحدي ده واكسب سحس. بهزر بهزر، تعالى سحس، تعالى بص بيعوم ازاي، بيعوم عويم. اوكي تعالى، كان في كيفنج هنا، لا ولا القم ايزي. اوكي انا اخد الايرون ده. اوكي يا شباب، المفروض ان احنا نجمع ايرون عشان خاطر نعمل لنا دروع من الايرون، عشان خاطر يا شباب نجمع دروع الايرون الاول هو اللي هيكسب التحدي. اوكي فلازم نجمع دروع الايرون يا شباب كده كويس جدا، بحيث ان احنا نبقى محصنين ويبقى احنا كويسين كده يا شباب. اوكي معايا كام حبايه؟ معايا 12 حبايه من الايرون. اوكي سحس الفار عمال يجمع لعيب، تعال سحس كده عدي من عندي، استنى تعال بسرعه بسرعه، عدي جيب الايرون ده عشان ايه، تعالى يي بسرعه. لا كنت عايز يموت يا شباب. اوكي 12 حبايه يعملوا دروع ولا ما يعملوش دروع يا سحس؟ انا معايا 22 حبايه. احلف والله. منين جبتهم يا حرامي؟ حرام الايرون، سرق الايرون يا شباب كله. انا اسطوره. انت اسطوره؟ طب تعالى اسطوره، تعالى اطلع فوق من هنا، شوف هنا يا شباب في ايرون ولا لا. انا محتاج ايرون دلوقتي. اوكي معيش غير 12 حبايه، مش عارف تقريبا مش هيعملوا حاجه، ولكن انا هاخد معايا واحده من الخشب عشان اعمل كرافتنج تيبل، عشان اقدر ان انا اعمل الفرن، وبعد ما اعمل الفرن ابدا اعمل الدروع بتاعتي الاسطوريه. اوكي يلا، انت معاك كام حبايه؟ 22. ما تسلفني يا حبايتين كده، قول ان شاء الله يا عم ان شاء الله. هاتي هات شويه يا سحس بقى، بطل بقى. طب تعالى يعني انت مش عايز تديني حاجة عشان انا غلبان، مع اني بحبك يا سحس وانت اخويا وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا دي، فيعني ما اقولك ايرون تديني ايرون. طب تعالى خلاص يعني حنيت لك. ماشي انت فين؟ بس بقى بعدين كده وبقى ايه ده؟ لا مش عايز حاجة منك يا حبيبي، لقيت شوية حلوين. لقيت كتير، لقيت كتير جدا كمان، ايه ده كله يا شباب؟ ايرون كتير، يعمل خير يلا شر. ايوه ايوه اللي شوف يا شباب، لقيت كام حباية ايرون، لقيت كتير جدا. اوكي يا شباب لازم نجمعها. اوكي كده كام حباية؟ انت معاك كام؟ انت معاك كام حباية؟ انا معايا 26 حباية، انت معاك 22، انا معايا 26 حباية. اوكي يا شباب يلا بينا. اوكي 26 بقى معايا 28، هل هنحتاج تاني؟ اتوقع ان احنا مش هنحتاج تاني، نكسر ده كده عشان لو سحس الفار جه من هنا يقع كده يا شباب. فبسم الله الرحمن الرحيم، المفروض ان انا اطلع دلوقتي وابدا اعمل الفرن بتاعي الجميل واعمل الدروع الايرون بتاعتي. اوكي يا شباب اوكي يلا بينا، يلا سحس جاي يب، اطلع بره اطلع بره اطلع، مستنيك بره. اوكي يا شباب، انا تقريبا جمعت اخر كام حبايه من الفحم زي ما انتم شايفين، لان الفحم احتاجه في ان انا اعمل البلوكات الايرون اللي هي معايا. فبسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين. اوكي سحس روح البيت اتوقع، احنا نعمل لنا شويه كده يا شباب، لان الصراحه الواحد محتاج ان هو ياخد شاور كده يا حبيبي في الميه بتاعت النهر الجميله دي. اوكي يا شباب والله السمك شكله اسطوري هنا، ايه ده اخطبوط مات؟ لا حرام. اوكي انت فين يا سحس؟ انت جوه يا ابن اللذينه، انت عامل فرن بقى؟ لا ابعد ابعد، لا انا لا لا مش هطلع، مش الا اطلع بره، تكرشني بره، اطلع بره، تكرشني بره بيتك. اه اطلع بره. انت قد الكرشه دي؟ اه بره. شفت يا شباب كرشني من بيته؟ شفت يا شباب؟ ماشي ماشي، شوف يا شباب عشان تقولوا سياسه حلو. ايه ده؟ ما اجيب واحده، هي واحده واحده بس. لا طب اسمها نصين، اسمها نصين انا وانت. طيب لا تاكلهاش كلها، تاكلهاش كلها، خلاص خدها، خليها معايا خليها معايا، خلاص مش عايز. هو بيتدمج ليه ده؟ لا 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 انزل الميه، انقذه يا ام كامل. انا كنت بحاول انقذه والله، بس هو اللي مات والله يا سحس. ما تبصليش كده، لا موت اموت، لا 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 والله العظيم اموت. وبعدين انت قد الضرب ده بتضربني؟ اه قد. بص
شوف هيك كده. ماشي ماشي، خليك قد كلامك بقى عشان تبقى تضربني بقى، ما تزعلش هتجيب من لي اللي هيحصل صحابك؟ لك. هتجيب لي صحابك اه كمان هجيب هتجيبهم لك صحابي، عارف صحابي هجيبهم لك، هما فعلا صحابي كده هجيبهم لك. ماشي يا عم؟ هات لي اللي تجيبهم. هجيب بص لك اللي السيف هجيبه. ده، ايوه بص بص بص، نحت على طول بتاع ازاي؟ طب انحت دي كده. الله يا ابن الذين، عملتها ازاي دي؟ هاتوا 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 الاكس ده، هاتوا. عشان تضربني بيه. لا كلام لا لا زمان لا لا كلام. لا مش هضرب سحس. وبعدين انت اللي بتضربني يا سحس، انا ما ضربتكش ولا مره يا سحس، انت اللي بص بتقعد الخشبي. تضربني. اوكي نعمل بنطلون. شوف يا حبيبي انا عملت بنطلون من الايرون، شوف شوف يا شوف حبيبي اللي انا عشان هعمله دلوقتي. لا 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 بص، الايرون اصلا اللي انت هتعمله بتاعك فاسد. انا عملت ايه ده؟ هلكم ايه 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 تبي تموت؟ عايز ايه؟ تبي تموت؟ انا اللي بموت؟ طب انت تموت. يبقى ده تعالى ولا بص تعالى. امسك لك دي احدفك بالطوب. طب بتموت؟ ها ها انت بتموت؟ ها احدفك بالطوب، يلا هات الستون يا حرامي، هات الستون. حرامي حرامي خلاص خلاص حرامي خلاص خلاص يا حرامي يا حرامي. لا لا الايرون، الايرون بتاعي وحياة امك وحياة بتاعت الايرون. خلاص وحياة امك خلاص، والنبي انت خدت تعال انت خدت التوي. امسك انا دول، ماشي ماشي، امسك دول. ايه ده حط الايرون بقى، حط. استنى بس. يا ايوه شباب والله العظيم ما كلمتوش، هو سرق كل حاجة. لا انا فعلا سرقت منه الاول. اوكي ايوه كده كلب. خلاص والله العظيم انا اسف. لا ومنين ما تاخدهمش كلهم، حط نصهم والنبي انا اسف. يلا بتاع ده الفرن بتاعك ما بقاش يطلع حاجة ليه؟ اوكي تعال نجمع هنا. انا اسف انا اسف انا اسف جدا جدا. عايز تسرقني؟ لا لا انا سرقك، انا حرامي، انت بتقول عليا حرامي يا سحس، انا حرامي. عايز تسرقني؟ تعالي بقى. خلاص بس سوري بقى خلاص. اوكي ناقص البوت يا سحس، وهنبدا نبدا التحدي بتاعنا الاسطوري. انا ما عملتش حاجة بقى، ابعد. حاضر حاضر. بيزعقلي انت؟ بتزعقلي انا يا سحس؟ بزعل انا؟ براحتك استنى كده براحتك. استنى كده. خلاص خدي خدي. لا خدت ثلاثة ليه؟ طب هات اتنين، هات اتنين واديك الفحم كله، خد الفحم كله، هات اتنين، اتنين ايوه ايرون بس، كده. هات اتنين ايرون بس، هات اتنين بس. وحط امك، وحط امك يا سهل، اتنين بس، هات اتنين بس، هات حبتين ايرون عشان ابقى اكمل فول ارمر بس. خلاص لا واحدة كمان، واحدة كمان بالله عليك. خلاص انا عم بدبوت خلاص. لا 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 هات 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 راحت عليك، يا عم. راحت عليك. اوكي انا ماليش دعوة، عايز حباية ايرون. طب خلاص خلاص خلاص، مش انت مش عايز تديني حاجة؟ خش يا عم نام، وانا يا عم مش عايز حاجة ومش هلعب معاك التحدي، سلام، مش عايز حاجة. بس يلا انا اطلع يلا بره، سلام، وانا هقفل المايك ومش عايز اكلمك تاني. اطلع بره. اوكي يا شباب دلوقتي انا قلت لسحس ان انا قفلت المايك، وزي ما انتم شايفين الكلاب يعني جعانين يا شباب، هدخلهم على سحس الفار، بس هو لازم يضرب حد فيهم، فانا يا شباب هدخل بيهم لحد البيت عنده واخليه يضربهم بالغلط كانه بيضربني انا، بعد ما يضرب الكلب كلهم هيهجموا عليه وهيموتوا سحس الفار. فبسم الله بص بص بص، ده شم ريحته وعايز يروح له. يلا يلا تعالوا 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 يلا يلا يلا. اوكي اوكي اوكي. ايه يا سحس؟ ايه يا اسطى؟ ايه هات هات بس الايرون ده كله، ولو مش عاجبك اطلع اضربني، بره. لو مش عاجبك اضربني. لا 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 خش عليه خش عليه خش. هاتو هاتو هاتو. ايوه ابعد
قاعد هاتو يلا كاتش 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 جري راح فين هاتو كاتش 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 شوفوا جري فين هاتو من هنا هاتو تعالوا الله عليك شوف ضلطت معاك هاتو انت التاني تعالى تعالى خش علينا اهو لا موت الكلاب لا بص بص كلب مطيع اطلع برا جربوا اضربوا بص بص اوكي انت اللي بتضربني يا كلب الله خدت كل اغراض سحس يا شباب شوفوا الحرامي كان معاه ايه الاسبونر اوكي بقول لكم يا كلاب احنا لازم نجري من هنا يلا بينا عشان تعرفوا ان مكمل هنا مخ يا شباب هنا مخ بص انا هوري الكلاب بتوعك دول استنى بس اجري اجري تعالوا تعالوا اجري اجري اوكي يا شباب زي ما انتم شايفين اصحابنا التلاتة اللي هم الصراحة مش عارف اسمهم بس هم اصحابنا التلاتة وانت انت خايف ليه؟ ابعدهم بس ابعدهم ليه؟ ده حلوين يا ابني تعالى حاسس عليه بص تشك 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 بص 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 عنده يا لهوي عنده ايه ما عندوش حاجة بص 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 كاتش خلاص 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 عني معايا المقطع يلا اوكي يا شباب وبس ليكم نصيت المقطع اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم احلى لايك وشير وسبسكرايب لو كنت اول مره تدخل القناه واهم حاجه يا شباب تعمل لي فول على الانستجرام الكلب بيموت الكلاب لا موت موت لا خلاص والله مش هسيبك مش هسيبه بيموت كلاب كاتش عليه هتصوم ثلاث كاتش لا لا اموتك اموتك يا علي اموتك لا اخر ضربة اخر ضربة ليتس جو الكلب قتل يا شباب وبس لكم صيت المقطع واشوفكم مقاطع الجاية على الاخر وبس سلام سلام صوتك عالي قوي باي يب بق خلاص قول انا اسف يا عم محمود انا يا عم انا مش اسف يا عم خد يلا كاتش عليه زيكو كاتش 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 بس 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 بص مش عارف تمسكه ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون ميك مليون